إعلان عنه كان إعلان مهم جدا. طبعا توقيته مش مصادفة، أنا برأيي إحنا نقترب من العيد الوطني لدولة الإمارات، عيد الاستقلال الاتحاد اللي صار له 50 سنة، ومن هون بيجي الرقم 50 أولا. ولكن أيضا إحنا بنحكي برضو في عملية عم بصير، عملية أنا برأيي build up، أو عملية عن أخبار عم تطلع إيجابية كلها. أيضا مع دخولنا على معرض إكسبو 2020، أيضا في ظل ما نراه من عمليات إعلانات أخرى نراها في دول بالمنطقة حوالينا، عمليات تطوير لبنية التحتية، عملية جذب ومنافسة على الشركات الأجنبية لفتح مكاتب لديها في إقليمية في تلك الدول. الخطوات الإيجابية الأخرى اللي تم الحديث عنها من عمليات القامات الذهبية عن طريق عمليات إعطاء جنسية دولة الإمارات لبعض المميزين، الحديث عن الإقامة الخضراء، كلها أنا برأيي هي عم تعطي إشارة على أنه هناك في تحول جذري في عملية أنه اليوم إحنا نعود إلى الانفتاح وعلى جذب الخبرات الموجودة في العالم، سواء كانت في منطقة الشرق الأوسط أو العالمية، إلى دولة الإمارات. والمحافظة أعتقد جزء مهم فيما نرى من الخطوات الأخيرة، المحافظة على الخبرات الموجودة التي كانت صار لها فترة في دولة الإمارات أن تبقى في دولة الإمارات. يعني شركة زي أدنوك الحفر الوطنية، هذا الـ IPO نازل هلأ اللي أعلنوا عنه. هذا الـ IPO متوقع أن يكون تقييم حجم الشركة هذه بحدود 48 إلى 50 مليار درهم. يوم ما تيجي أنت اليوم تكون عم بتبيع منه 7، عندك 5% مع بيكر هيوز، وبدك تبيعي 7.5 ربما ترتفع إلى 10. سيدخل نتيجة لذلك سيدخل أنت بتبيع حوالي 1.2 مليار سهم، نتوقع أنه ربما يكون سعر السهم ما بين درهمين و75 إلى 3 دراهم، وبالتالي أنه ربما نحكي إحنا على $1 مليار. الاستراتة اللي هي موجودة بالعين، هل يمكن الحديث عمليات ربما تطوير هذه الصناعات على أنه تكون هاي الصناعات في صناعات الطيران، أنه تزيد في عملية إنتاج. في عنا قطاع الصناعات العسكرية، وهذا صناعة قطاع كبير موجود عندنا بدولة الإمارات لم يكن موجود قبل 10 سنين، وهذا عم بتطور. طبعا هاي الأرقام مش موجودة لسه عندنا موجودة، ولكن قد تكون هذه أحلى نسبة نمو.